وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر
لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وجاوزنا ببني قال إنكم قوم تجهلون وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
ووعدنا موسى 30 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن يراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر عليك محمد عليك سيدنا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال لن تراني قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله